الخطاب اللي كيبقى في الاخير هو الخطاب ديال المعقولين، ما الخطاب ديال التقييس ديال التعهد والاهم. واش هو اللي كيعطي التعهدات؟ واش خاطي من 900 ديال المنتخبين اللي جاو نتفاهموا الناس ديالها بزاف من الدائره من الدائره الا شي يسعف شي ولا شي ولا يقولوا حتى من ديال الدور. ديال المنطقة ديال الدكان الانتخابي والاستمرار دائرة تكلمة جامعة التفاوت ثم أن العمل الميداني هو منهجنا، هما المبتدا والمنتهى للعمل. تم تقول الإيرس ديال الطبيعي والاقتصادي في البلاد وفرون مع الإعلام مع غيرهم. اليوم إلى مزاج أكثر في ثقة المواطنين. شكرا لكم. المنتخبين والمنتخبات من محطات التواصل والاستماع إلى بعمق حضاري وثقافي كبير والولد بواجبنا بصدق وأمان على التعاون الجميع المواطنين. إننا في جهة واضحة خلال هذه الانتخابات التي نحن نستمع إليها مثل الموسيقى الجاوي سبق عبور كريم ليس على مستوى حزبنا فحسب بل على المستوى معروض على الأحرار. اليوم هو الشرط الإعلام التي يمكن أن يقيم بها حتى يستخدم له أن يقيم بها من أجل التوصل الانتقالية للمخططات من دفعه حقيقي وإقراره والتشاركة على ضرورة إحداث خلفية التكبر على مستوى السيد معلينا سيد الرشا سيد ربيع سيد مساعد يا خوتي مهباس جلسة الصباحية حيث استعرضنا أمام السيدات والسادة الأخوات والإخوة المنتخبين بالحضور الكريم. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.